أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة CNBC عربية من القاهرة، ومعي أنا ياسين الجهري. ضيفنا في هذه الحلقة هو السيد سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صابولا للأغذية. سيد سامح، أهلا ومرحبا بك في CNBC عربية. أهلا بك. يعني دعني أبدأ معك أولا بالحديث عن قطاع الأمن الغذائي في مصر. مصر سوق استهلاكية كبيرة، أكثر من 100 مليون مستهلك. ما هي الملامح الرئيسية لخطة صابولا في السوق المصري، وأيضا أبرز التوسعات المرتقبة للشركة في السوق؟ الحقيقة الشركة بدأت في مصر أكتر تقريبا 30 سنة، فمصر من أهم الأسواق بالنسبة لصافولا للأغذية. عندنا تواجد في قطاعات مهمة وحيوية زي زيت الطعام، زي السكر، زي المكرونة، زي التونة، وعندنا خطط مستقبلية إن شاء الله للتوسع في منتجات تانية. فبالتأكيد مصر من أهم الأسواق بالنسبة لصافولا للأغذية. ماذا عن حجم استثمارات صابولا في السوق المصري، سواء حجم الاستثمارات الحالية أو حتى الاستثمارات المستهدفة؟ الاستثمارات في مصر النهاردة بتوصل حوالي 6 مليار جنيه، ولو أضفنا الاستثمارات العاملة رأس المال العامل بنوصل لأكثر من 25 مليار جنيه. ده حجم الاستثمارات اللي احنا بنشتغل بيه النهاردة في السوق المصري. استحوذتم مؤخرا على الشركة المصرية البلجيكية، وهي أيضا شركة تعمل في مجال الأغذية. ما هي ملامح أو خطة تطوير هذه الشركة؟ احنا الحقيقة بنتوسع في المنتجات الأغذية الرئيسية اللي احنا بنتواجد فيها كشركة، ولكن كمان بنتوسع في منتجات جديدة زي المنتجات المأكولات الخفيفة اللي بيسموها السناكس، وتمينا استحواذ في الفترة الأخيرة على أحد المصانع اللي موجودة في مصر لإنتاج المنتجات الخفيفة، وإن شاء الله بيدخل الإنتاج السوق السنة الجاية بإذن الله. في دراسة مستمرة طول الوقت، في إدارة كاملة للاستثمارات بتدرس ملفات كتير طول الوقت، ولكن لما بيكون في ملف جاهز بنقدر إن احنا نعلن عنه زي ما حصل مع الشركة المصرية البلجيكية. هل سيتم ضخ استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج في الشركة المصرية البلجيكية؟ وكم يبلغ حجم هذه الاستثمارات؟ إجمالي الاستثمارات هيبقى حوالي يتعدى المليار جنيه إن شاء الله. المدة الزمنية قد إيه تقريبا لضخ هذه الاستثمارات ويعني تنفيذ خطة التطوير للشركة؟ على مدى سنتين، سنتين ونص بإذن الله. ولكن هل هذا يتضمن إضافة خطوط إنتاج جديدة أو حتى طرح المزيد من المنتجات؟ بالتأكيد الخطوة الأولى هي طبعا تشغيل القاعدة الإنتاجية المتوفرة اوريدي، والباقي هنتوسع فيه بخطوط جديدة لما نحتاج إن شاء الله. طيب خليني أسألك عن حجم الاستهلاك في السوق المصري. يعني كما ذكرت في بداية الحلقة، مصر سوق استهلاكية كبيرة. إلى أي مدى يعزز هذا الاستهلاك من إيرادات شركة صابولا في مصر؟ احنا الحمد لله اقدر اقول ان احنا ادينا بكامل طاقتنا في خلال الفترة اللي فاتت على الرغم من الصعوبات، ولكن هنا يمكن احب اشيد بالدعم الحكومي في خلال الفترة اللي فاتت، مش لصافولا ولكن للأغذية الرئيسية كلها. يعني يمكن مصر من البلاد القليلة اللي ما حصلش فيها اي احساس بنقص في منتجات رئيسيه من اللي احنا بنشتغل فيها. ده نتيجه كان الاولويه اللي فعلا الحكومه ادتها للسلع الرئيسيه من ناحيه استمراريه التوريد واستمراريه توفير العمله. ده حصل لنا في خلال الفتره اللي فاتت، وشفنا تاثيره الايجابي على استمراريه توريد السلع الرئيسيه لمصر. صافولا بتشتغل في اسواق كتير في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا والسودان وتركيا، فعندنا اسواق كتير بنشتغل فيها، لكن بالتاكيد زي ما تفضلت مصر من الاسواق الرئيسيه والمهمه جدا بالنسبه لنا، واي خطه للتوسع بتشمل مصر ده بالتاكيد يعني. كم تبلغ الآن الحصة السوقية لصابولا؟ طبعا بيعتمد على، احنا بنتكلم على اي منتج، كل منتج ليه حصة سوقية مختلفة، لكن لو قلنا في متوسط الأصناف اللي بنشتغل فيها حوالي 30%. ولكن على الجانب الآخر بالتأكيد ارتفاع التضخم وانخفاض القوى الشرائية لكثير من المواطنين أثر على مبيعات الشركة، ما هو حجم هذا التأثير؟
طبعا سافولا زيها زي اي شركه تانية بتتعرض لنفس الضغوط اللي موجوده في الاسواق المصريه والاقليميه والعالميه يعني. فالتضخم شيء مش غريب ان احنا نتعامل معه، فبالتاكيد هو اثر على القدره الشرائيه للمستهلك النهارده، ولكن احنا واجبنا ان احنا نحاول نوفر البدائل للمستهلك اللي هي بتتوائم مع التغيرات في قدرته الشرائيه. فممكن بتنزل احجام اصغر، بتحاول تعمل منتجات ارخص شويه، بحيث ان المستهلك يقدر ان هو حتى لو حصل انخفاض في القدره الشرائيه ان هو يستمر في استعمال نفس المنتج المفضل عنده. طيب حدثنا عن ارقام المبيعات وتحديدا الربع الثاني من هذا العام اللي شهد تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية. أنا أقدر أقول لك أرقام سنة 21 يعني، يمكن كمجموعة إحنا المجموعة فيها الأغذية وفيها التجزئة وفيها أنشطة استثمارية كتير، فإحنا المعلن الأرقام المعلنة أن حجم مبيعات مجموعة سافولا حوالي 24 مليار ريال سعودي، يعني بنتكلم على يمكن 7 أو أكثر من 7 مليار دولار. ما يخص السوق المصري منها قد إيه تقريبا؟ السوق المصري زي ما قلت لك واحدة من الأسواق الرئيسية، ولكن تواجدنا في السوق المصري عن طريق سافولا للأغذية فقط، ما فيش في تواجد بسيط للتجزئة، وبقية الأنشطة الاستثمارية بتكون في معظمها في السعودية والخليج. يعني إلى أي مدى تأثرتم أيضا بانخفاض قيمة الجنيه ونقص العملة الأجنبية، نقص الدولار في السوق؟ بالتأكيد الكل متعرض للمشكلة دي، ولكن اللي أقدر أقوله إن إحنا بالنسبة للسلع اللي إحنا بنشتغل فيها أقل من قطاعات أخرى بالتأكيد التأثير، نظرا أو نتيجة للتركيز والأولوية اللي ادتها الحكومة للسلع الرئيسية. طبعا مصر مقبلة خلال شهر نوفمبر على مؤتمر المناخ كوب 27، وكثير من الشركات تسعى للتوافق مع المعايير البيئية وأيضا تطبيق الأهداف الأممية. إلى أين وصلت سافولا في هذا الملف تحديدا، وكان لديكم بالفعل توقيع مع الأمم المتحدة يخص تطبيق الأهداف الأممية؟ توقيع النهاردة الحمد لله توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الإنماء للأمم المتحدة، وده بخصوص تطوير منتجات غذائية بتستخدم بدائل مستدامة بدلا من بعض المواد الخام المستخدمة حاليا زي القمح مثلا. القمح النهاردة بيستخدم في سلع زي المكرونة، وهو يعتبر البديل الوحيد اللي موجود النهاردة. فاحنا بنعمل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ان احنا نوفر بدائل اخرى قد تكون موجودة مثلا للمكرونة زي الكينوا مثلا. وطبعا هي دي لسه افكار في طور التطوير، وبناء على مذكرة التفاهم هيتم عمل استراتيجية كاملة لتطوير منتجات مستدامة تدخل في سلسلة الغذاء وتساهم في توفير بدائل إن شاء الله تكون بدائل اقتصادية للأصناف الموجودة النهاردة. متى تتوقع الانتهاء من هذه الدراسات؟ لا احنا لسه ده برنامج تطويري هياخد يمكن سنين، لأن البرنامج ده بيعتمد على أفكار جديدة، والأفكار الجديدة لازم تدرس ولازم يتم عرضها برضو على الجهات الحكومية عشان بيكون في إطار تنظيمي يوفر لنا الإطار اللي نقدر نشتغل فيه في المستقبل إن شاء الله. الآن حدث يعني شبه انفراج في واردات القمح الأوكراني مع الحديث عن عودة التصدير، إلى أي مدى يمكن أن يخفف ذلك من الضغوط المفروضة على واردات القمح بالنسبة لكم كشركة تعتمد على واردات القمح؟ واحنا فعلا بدأ الكلام عن توفير القمح، بعض شحنات ابتدى خروجها من روسيا وأوكرانيا، ولكن لسه ما رجعناش طبعا للوتيرة اللي كانت موجودة قبل كده، بعيد عنها ما زلنا. فإن شاء الله يتم يعني زي ما تفضلت الانفراجة اللي احنا كلنا منتظرينها في وقت قريب، لكن في الوقت الحالي ما زال لسه في تعقيدات في سلاسل الإمداد. كم نسبة ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة لكم بعد ارتفاع أسعار القمح بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؟ التكلفة عموما ارتفعت، مش بس الأسعار العالمية، الأسعار العالمية، وبعدين عندنا هنا في مصر موضوع تخفيض قيمة الجنيه، وعندنا أسعار المدخلات كلها بتزيد، زائد المصاريف التشغيلية. فأعتقد يعني أنا بتكلم عن سافولا النهاردة، ولكن ده بينطبق أعتقد على كل شركة بتشتغل في مصر وفي المنطقة أو يمكن في العالم،
ان التكلفه هيكل التكلفه للشركات بيزيد بصوره مضطرده. ولكن كيف اثر ارتفاع التكلفه على اسعار منتجات صابونه في السوق المحليه؟ بالتأكيد احنا كلنا شايفين التضخم اللي موجود، واحنا السلع اللي بنشتغل فيها مش يعني غير مستثناء من الضغوط اللي موجودة. ولكن اعتقد لو نبص على الزيادات اللي تمت في السلع الرئيسية اللي احنا بنتكلم عليها، هتلاقي زيادات الأسعار يمكن اقل كتير من سلع اخرى قد تكون هي تحت زي مرتبة السلع الفاخرة او كده. كم نسبة الزيادة تقريبا؟ حصل زيادات ما بتزيدش عن 30-35% في خلال الفترة اللي فاتت. ولكن هل يمكن أن تساهم أزمة كالأزمة الروسية الأوكرانية في دفع صابولة نحو التوجه لقطاعات جديدة أو التوسع في أنشطة أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بالقطاع الغذائي اللي هو القطاع الأساسي بالنسبة لكم؟ احنا كشركة صناعية وتسويقية في المقام الأول، فتركيزنا في الصناعة والتسويق. قد نضطر أو نحتاج إلى أن احنا ندخل في قطاع زي الزراعة مثلا لتوفير مثلا زي ما عملنا في مصر بنجر السكر لمصانع السكر اللي موجودة يعني في مصر، سلع تعتبر كمواد خام كمادة خام بالضبط. فهي دي التوسعات اللي ممكن أن احنا بنفكر فيها لو بتخدم نشاطنا الرئيسي وهو الصناعي. في الختام أنا أشكرك سيد سامح على هذه المقابلة. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى أن نراكم في حلقة قادمة من مقابلة خاصة. في أمان الله.